الحرية للشعب السوداني العظيم بمناسبة عيد الاستقلال ورأس السنة. التحية للنازحين واللاجئين في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وللاجئين في تشاد وفي افريقيا الوسطى، في جنوب السودان وفي اوغندا وكينيا واثيوبيا. الشعب المبعثر بواسطة نظام الإبادة في التهجير القسري في كل أنحاء العالم، إلى النساء اللائي فقدن كل شيء، لا عمل، دولة تسيطر حتى على لبسهم، على تفكيرهم، على مصادر دخلهم، مصادر رزقهم، إلى حياتهم الشخصية والعامة، إلى الشباب اللي فقدوا الأمل، لا أمل، لا تعليم ولا صحة ولا شغل ولا عمل ولا مستقبل ولا حاضر ولا مستقبل، إلى الأسر اللي هجرت وهجر رباب أباء الأسر بدون عمل، طرد من الخدمة، واللي يعمل ما عنده عشان يغطي لكيس الغدار، ما المعيشة ولا التعليم ولا الصحة، ولا مما أدى إلى تفكيك الأسرة بطريقة طبيعية جدا، والأب يكون قاعد وهو يرى وما عنده حول ولا قوة، لأنه ما عندنا دولة عشان يرعى ولا حريص على رعاية الأسرة. إلى الطلاب وخاصة طلاب دارفور اللي ممارس فيهم عملية عنصرية منظمة، وكل الطلاب السودانيين اللي الدولة بمارس فيهم نوع من القهر المطلق عدا طلاب حفنة من طلاب المؤتمر الوطني. تحياتي للعمال اللي ما لاقين عمل، واللي لاقي عمل يشتغل وعرق، لكن لا العائد بتاعته لا يسد رمقه ولا رمق أسرته. إلى المزارعين الذين دمرت أراضيهم وصودرت، واللي بقي يزرع ولكن العائد بتاعته ما يكفيه. إلى الرعاة اللي الحكومة بتطاردهم، ما بيقدم لهم أي خدمة إلا عشان يشيل منهم ضرائب، وكان بالغ بديهم سلاح وبخوفهم من الآخر عشان يقوم بقتل البعض. إلى أطفالنا اللي ما عندهم لا تعليم لا صحة لا لبن لا أكل لا شراب لا أي حاضر ولا مستقبل، للمنظمات المجتمع المدني اللي إما تكون منظمة مجتمع مدني تابع للنظام وتوافق على الإبادة وعلى الانتهاك حقوق الإنسان وإلى غيرهم، أو ما في منظمة مجتمع مدني. إلى ناس المهجر اللي شردوهم قهرا، إلى العقول والعلماء السافروا وخلوا بلدهم وقهرا، والعلم اللي هاجر واللي خلى الجامعات والطلاب بلا جامعات أو بلا معلمين أو بلا أساتذة، وإلى التعليم غير الموجه، لابد من أنه نعمل بكل ما نملك عشان يعودوا. السودان يا جماعة الذي يمتد تاريخه لآلاف السنين، إن لم نقل عشرات الآلاف، ويشهد الأهرامات في النقع وفي المصورات وفي البجراوية والمدينة الملكية والشرق ودارفور، الظاهر فوق الأرض والباطن منها وفي كل أنحاء السودان. السودان اللي يمتاز بتعدد الديانات، من ديانة التوحيد في العهد الكوش والفرعون القديم، والحقيقة المنكورة اليوم في زمن المتطرفين الإسلاميين،
هو أن السودان قامت على أرض أكبر 3 ممالك مسيحية، نوبوتيا أو نوباتيا والمغرة، نوباتيا والمغرة وعلوة، كما قامت فيها أكبر سلطنتين ودولة إسلامية، السلطنة الزرقاء وسلطنة دارفور والدولة المهدية، كما أن الكجور والمعتقدات الأخرى ضارب في تاريخ بلادنا التلت. السودان الأرض النوب الإفريقي والهجرة العربية منذ أكثر من 1000 سنة، 1500 سنة، كل هذه الإفريقية والعروبة والأديان المختلفة هم مكونات هذا الشعب وهذا الوطن وهذا البلد وهذا الأرض، اللي مفروض أنه يكون مصدر قوتنا وإلهامنا وتسامحنا. إن الاستغلال الذي نتحدث عنه اليوم دفع قبائل البجا في شرق السودان في ملاحم مشهورة سماه الإنجليز فوزي هوزي أو الأشعث المغوار، بطولة وشجاعة لم يشهده التاريخ. اعترف به المستعمر نفسه، والنضال ومقاومة الملكة عجبنا وابنته ميندي الأميرة والسلطان تاج الدين الذي هزم الجيش الفرنسي في معركة دورته، واستشهاد السلطان علي الدينار في ساحة سلطنته طلبا للحرية، والبطل علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماس وتحبوبة وغيرهم من أبطال السودان الأشاوس هم الجعل يوم 1/1/1956 يوم رفع الراية أو راية الاستقلال ممكنا. التحية لهم والتقدير لهم. احنا يا جماعة لابد من أن نتحدث أنه عندنا وطن، وطن نطلب الحرية منه، وهذه الحرية بكل أسف ما موجود. وطن في عهد الاستقلال واليوم على وجه التحديد حكومة المؤتمر الوطني قام باستعمار داخلي ومارس نفس سياسة المستعمر، قسم الشعب السوداني إلى عرب وأفارقة، إلى جنوب وشمال، والآن الجنوب استقل وقاعد يقسم في الباقي، إلى جلابة والغرابة، إلى أفارق، إلى ذرقة وعرب، إلى مسلمين ومسيحيين، إلى كل هذه، إلى مؤتمر وطني وغير مؤتمر وطني، لشعب واحد يمتد تاريخه والتسامح فيه كما ذكرناه. أنحنا يا جماعة في حركة تحرير، أنحنا كمعارضة وفي حركة تحرير السودان على وجه الخصوص دارين نقول للناس أنحنا رفضنا كل السلامات الجزئية، رفضنا السلام الجزئي والسلامات 45 أيا كانت المسميات اليوم، من حوار وطني ولا من مؤتمر تحضيري ولا غيره، مع احترامنا للآخرين أنه يا جماعة ما ممكن 45 اتفاقية تفشل، سلام شامل ولا جزئي فشل، ما ممكن ده ينجح. لذا يا جماعة ده ما ممكن يكون في سلام. السلام النظبوه نحن هو السلام البعوث للمواطن السوداني في أمنه، في معيشته، في حياته، في تعليمه، في تعليم أولاده، في صحته، في كيس العيش بتاعته، كيس الخضار بتاعته، ده هو السلام النفقد الدايرينه الآن ما موجود. إذا ما هو الحل في رأينا؟ الحل يا جماعة الانتفاضة الشعبية والعسكرية، ونعيد هيكلة الدولة السودانية، وإعادة بناء مؤسساته على أسس قومية وليس سياسية أو عرقية، بل على أساس المواطنة المتساوية.
الحكومة يا جماعة بيقوم بيقسم المقسم، وأن إحنا في حركة تحرير السودان نقول أن السودان عنده حاضر ومستقبل رائع جدا، ولكن من دون المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني في السلطة يا جماعة، شوفوا التاريخ، 45 اتفاق شمال ما كرر نفسي، ما نجح، ما ممكن ده ينجح. السودان بتغيير المؤتمر الوطني نستطيع أن نبني اقتصادنا، لأن السودان دولة إذا مسكنا الزراعة، أن إحنا عندنا كم نهر، ونهر النيل، النيل العظيم، وعندنا كم نهر وكم وادي عملاق في كل أنحاء السودان. فعلا السودان سلة الغذاء العالم، عندنا كم مناخ وكم أرض زراعية، كم مليون من الفدانات اللي ممكن نزرعهم واللي يدينا محاصيل مختلفة. يا اخوانا، اين مشروع الجزيرة ولا اي مشروع زراعي اليوم بعود بالنفع للشعب السوداني؟ ما في. الصناعة يا جماعة، السودان بلد فتي، عندنا كل الموارد، عندنا موارد غابية، عندنا موارد زراعية، عندنا موارد معدنية. أي معدن موجود في أرض السودان ممكن نقوم عليه صناعة ضخمة وننطلق. دول من لا شيء يفاقونا، لكن كل أموال الشعب السوداني بمشي في الجيوب الخاصة. يا جماعة، السودان بلد بتاعت السياحة، عندنا كم مناخ، وعندنا كم صحراء، وعندنا كم 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 الدندر، جبل مرة، أركويد، عندنا كم نهر، عندنا كم أشياء سياحية، كم الأهرامات الموجودة في السودان أكثر من الموجودة في مصر. يا جماعة، أي متر مربع في السودان مكان للسياحة، ممكن نعمل فيه عائد هائل، لكن عدم التخطيط والكراهية وعدم الأمن هو اللي بفقدنا هذه العائدات. الاستثمار يا جماعة، يا جماعة السودان بلد دير بناء، بناء كل شيء، بناء طرق، بناء مدارس، بناء جامعات، بناء 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 خدمات. أرض جاذب، بلد جاذب للاستثمار، لكن يا جماعة الاستثمار يكون الاستثمار اللي فيه المصلحة المتبادلة. يا جماعة، في التعليم، الدولة التعليم أصبح زيرو. زمان كان الخريج السوداني أو الجامعات السودانية أو دور العلم السودانية كان من أوائل دور العلم في العالم. اليوم جامعاتنا في أسفل السافلين، كما الناس بيسموهم، حتى جامعات الموية، لأنه في الكمية وليس في الكيف، ونحن دارين الكيف والكمية. يا جماعة، ما عندنا صحة، ما في تعليم، ما في خدمات. كل شيء تم سرقته. لذا يا جماعة، الدولة كلها اتحول ما فساد. الأموال المنهوبة لا بد من أنه يعود للشعب السوداني أيا كان. وإذا نحرر البلد ونعمل حتمية تغيير عليه يا جماعة، أن إحنا نقول الحل في حتمية التغيير. أكرر، حتمية التغيير. التغيير ده عشان نعمل حكومة انتقالية من مكونات الشعب السوداني السياسية والاجتماعية، ونعمل مؤتمر دستوري. ويا جماعة، الحوار السوداني، الشعب السوداني لابد من أنه نتحاور في بيناتنا. هناك ظلامات، هناك شكوك زرعوا من الإنقاذ والإسلاميين وبعض الحكومات اللي كانوا بها. نحن الشعب السوداني لابد من أنه يتحاور مع بعضه. الشعب السوداني لابد، الأقاليم ده لابد من أنه كل إقليم يتحاور في بيناتهم. الشعب ما نخاف من بعضنا. الشعب السوداني ده شعب عظيم، نقعد نتحاور بيناتنا. كل شعوب العالم المتطور اتحاوروا بيناتهم وحلوا قضاياهم. احنا قضايانا ما بتم عبر الاخر، بتم عبرنا. لكن عشان نعمل عبرنا لابد من انه نتحدث، يكون في حكومه ناخذ فيها الامل
وهذه الحكومة ما ممكن أن تكون حكومة المؤتمر الوطني، 27 سنة ما عملت حاجة إلا الدمار والخراب والإبادة والتقسيم، طبيعي جدا أنه ما في دول بتثق فيه. لذا أي حوار وطني بيتكلموا فوقه ده ما ممكن يكون حوار حقيقي. أن إحنا يا جماعة لبناء سلام اجتماعي حقيقي، لا نخاف من بعضنا، أن إحنا لازم نواجه بعضنا عشان نخلق دولة المواطنة والعدالة. يا جماعة العدالة اللي ارتكبوا الجرائم المطلوبين دوليا ده لابد نقدمهم لمحاكمة، واللي دايرين واللي ما مطلوبين المجرم لابد من أنه نرجعهم، وكما ذكرت الفساد أموال الفساد ده لابد من أنه نعيده، ونكون أكبر عقوبة في السودان يكون للمفسدين. أي ذول بنهب أموال المواطنين في جيبه لابد من أنه، ويا جماعة عشان نطبق ذلك لابد من أنه نبدأ في أنفسنا. كذلك يا جماعة الهوية، السودان دولة متعدد، فيه الأفارقة فيه العرب فيه المسلمين فيه المسيحيين فيه الكجور، لكن دولة السودان القائم الليلة ده الدولة العنصرية البغيضة. ناس بخاف من هذه العبارات، أن إحنا ما بنخاف، أن إحنا نواجه عشان نحل. عندنا يا جماعة في حركة جيش تحرير السودان، نقول لجماهير حركة جيش تحرير السودان، نقول لكل النازحين واللاجئين والمهجر والنساء والطلاب وكل أن إحنا ماذا نعني بالتحرير ومن من نتحرر. دارين أول حاجة التحرير أنه نحرر عقول الشعب السوداني. أنا أي ذول في حركة لابد من أنه يكون رسول للتحرير. أول حاجة نحرر الصفوة من أنهم سادة بتاعت الوطن، عشان يعودوا لأرضنا وليس إلى سماهم، أن الوطن ده متساوين فيه كل الشعب السوداني في دولة المواطنة المتساوية. نحرر المقهورين اللي مورث فيهم الذل والقهر حتى صدقوا أنهم أقل من الناس. كل هذا المسكوت ده أي ذول عضو في حركة تحرير السودان عليه أن يوصل هذه الرسالة أينما كان. أن إحنا مش أن إحنا حركة تحرير السودان مش كما البشير يخوف الناس أنه آخر رئيس عربي. أن إحنا الشعب السوداني ده رسالة، أن إحنا في حركة تحرير السودان نقول أن الشعب السوداني ما عندهم لا عربي ولا إفريقي ولا مسلم ولا مدل، كلهم الوطن ده حقتهم بالتساوي، وكل هذه المكونات دي أصيلة. الذول ما بيجي لحكم السودان بالعرق، ولا بيكتسب المواطن ده بعرقه ولا بلونه ولا بجغرافيته ولا بدينه ولا بمعتقده، إنما برنامج تقدمه للشعب السوداني. ده يا جماعة ده نضالنا أن إحنا حركة تحرير السودان، ده أن إحنا نرفض أن نوقع أي اتفاقية جزئية أو كما يسموه كلية، لأنه ما في سلام، ما ممكن نحقق هذا بوجود المؤتمر الوطني في السلطة. يا جماعة أسأل وأكرر، هل يمكن بعد 45 اتفاقية وفي 27 سنة ممكن أنه اليوم أي ذول يستطيع أنه يقنع مواطن سوداني واحد أنه أي سلام ممكن يعود له هو في حياته في معيشته في تعليم أولاده في مستقبله في حاضره ولا في مستقبله؟ هل يمكن؟ الإجابة عندنا لا. إذن الأمل الوحيد هو تغيير النظام ده. أن إحنا يا جماعة نقدم نداء، وأيضا قبل ما نقدم النداء نقول لكل الناس أنه يا جماعة بالنسبة لنا السلام أي نازح يرجع لأرضه، بالنسبة لنا السلام أي ذول مفصول يرجع لعمله، بالنسبة لنا السلام أي تعريف في السوداني مشى للفساد يعود لخزينة الدولة السودانية ويمشي لأصحابه الأصليين اللي كانوا بيستحقوه، بالنسبة لنا السلام أنه المواطن يشعر بالأمن والطمأنينة، الحكومة هي التي تخاف من المواطنين وليس المواطنين يخافوا من الحكومة، لأنه المواطن هو اللي بصنع حكومة السودان. احنا يا جماعة أيضا في العلاقة بتاعتنا بالإقليم اللي حولنا
قادرين انه يكون علاقه بتاع احترام الدول اللي حولنا كل دول الجوار والمصالح المشتركه وعدم التدخل في شؤون الاخرين الا بالحسنى. دي ان احنا في حركه تحرير السودان في العلاقات بتاعتنا الدوليه ان احنا لابد من ان نلعب دور فاعل في كل الممارسات السيئه اللي عملته هذه الحكومه من ارهاب من 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 تصدير بتاع مهاجرين من بيع من قتل من تدخل في شؤون الغير من تصدير الارهاب وصناعه الارهاب وبقى مركز الارهاب. احنا قادرين نكون رسل للسلام والمحبه ونتعامل يا اخوانا مواردنا الموجوده في البلد ده الحكومه بتبيعه للدول العظمى عشان تنال رضا عشان يمارس الاباده. ان احنا دارين الموارد ده يعود بالمصلحة الأولى للشعب السوداني والعالم هو عبارة عن مصالح مشتركة لكن المصلحة الأولى يكون للشعب السوداني وبعد ذلك نشوف المصالح بتاعت الآخرين لأنه نكون عندنا مصالح متبادلة معهم في سياسة بتاعت ندية والتساوي. يا جماعة في حركة جيش تحرير السودان عندنا النداء لذلك كل المنظمات السياسية والعسكرية ومنظمات المجتمع المدني للشباب للنساء لأي زول عقيدة بتاعته تغيير النظام أنه حان الوقت أنه نتحالف مع المواطنين المسحوقين المسحوقين أكرر المسحوقين في كل أنحاء السودان أنه نتحالف معهم نناضل معهم عشان نغير هذه الدولة وفي دولة المواطنة المتساوية ونغير هذا النظام إلى الدولة العلمانية الليبرالية الفيدرالية الديمقراطية لأي سوداني بجد نفسه. سلامي تحياتي ليكم والسلام.